مقلوبة لحم من الآخر فاخر. طبعا أول شيء راح نجيب بهارات العدلة راح أحطها لكم بالوصف مع اللحم وبصلة كاملة وننزل عليهم الماء وخلهم يستوون ساعتين. الحين نجيب الخضروات اللي بنستخدمها حق المقلوبة، الباذنجان والبطاط والبصل الطماط بعد والفلفل الأخضر. طبعا هذول كلهم راح نقليهم لما يتحمرون بشكل جميل راح نشيلهم. والحين نجيب اللحم المسلوق مع البهارات راح أحطها لكم بالوصف ونبتدي يا معلم نعطي مساج هم حنون. الحين نجيب ماي اللحم ونحط عليه معجون طماط وقفشة من الابزار ونبتدي نخلط لما يطلع معانا اللون الجميل الأحمر. وبنفس الجدر راح ننزل اللحم ونقليه على الزيت على نار خفيفة لما يتحمر معانا ونشيله. تالي نجيب العيش بجدر جديد وننزل عليه ماي اللحم مع قفشة ملح ونبتدي نخليه يتسكر. بعد ما تسكر بس مو بشكل كامل، نص استوى يعني مثل ما انتم شايفين، مو مستوي كامل، نشيله من النار. الحين بجدر المقلوبة ننزل اللحم. خلاص يا معلم نبلش الحين نبني الكيكة مالتنا، اللحم بالبطاط والخضروات اللي سويناها كلها مثل ما انتم شايفين. اما الحين راح نحط العيش الاحمري اللذيذ جدا، وطبعا مثل ما انتم شايفين لازم تحطونه وتضغطون عليه على اساس لا يسكون في اي بسامات او هواء في الجدر. تالي نخليه يتسكر نص ساعه، وبعد نص ساعه الحين راح نقلبه. طبعا انا عندي جدر المقلوبه، وضروري جدا جدا انكم تخلون 4 دقائق لا تستعيلون عليه، وطلعوا هواياتكم قعدوا طبلوا عليه، تذكروا ايام البحر، تذكروا ايام ما كنا نطلع. المهم احترقت، اوكي مو مشكله نكمل. الحين معلم راح نبتدي اللقطة المنتظرة، شوف معي يا سلام. والحين نبتدي نذوق. الطعم أقوى ما تصورته، جد لذيذ.